بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنتكلم المرة دي على اللوبينج، عمليات التكرار في البرمجة. عملية التكرار ان انا اكرر مجموعة من الاوامر عندي بغرض ان انا كل مرة الاوامر دي ما بتيجي تتكرر بيبقى ليها وضعية مختلفة. لما بكرر مجموعة من الاوامر عشان شرط معين، او بكررها عدد معين من المرات، او بكرر مجموعة من العناصر سواء كانت اري او ليست او غيره، وبكرر الكلام ده كله عشان كل مرة تقوم بعمليات مختلفة. في جمل مشهورة جدا زي الفور ولوب، وفي زي الوايل، وفي دو وايل، وفي الريبيت. دول موجودين عندنا في الكوتلين، الاوامر او الاستراكشرز اللي بتبدا تبني عمليه التكرار. طيب الشكل العام للعمليه بتاعه التكرار كخريطه تدفق كده، في اكواد ما بتبقى قبل التكرار، وفي اكواد ما بتبقى بعد الايه، بعد التكرار. التكرار بيبدا فين؟ بيبدا في مجموعه من الاوامر، ده امر او مجموعه من الاوامر. الامر ده بيبدا يتنفذ بس في شرط، الشرط ده طول ما هو بيجيب معايا ترو انا برجع اكرر الامر او الاوامر. كل ما يجيب معايا شرط ترو برجع اكرر الامر او الاوامر لغايه لما يجيب معايا شرط ده فولس وابدا اخرج بره الايه، بره اللوب. دي الفكره العامه لفكره الايه، اللوب. المره دي هناخد اشهر جمله من جمل اللوب اللي هي فور لوب. الفور لوب اللي هي بعمل فور وبقول عنصر في مجموعه او اليمنت في اري وببدا انفذ الامر. الاول هنا في الخريطه بتاعتنا في كود سابق للتكرار، في اوامر هتتكرر، خلاص الامر هتتكرر بعدها شرط معين. الشرط دوت لو جاب معايا ترو برجع انفذ الاوامر هتتكرر، كل ما بيجيب معايا ترو برجع انفذ الاوامر هتتكرر لغايه لما يجيب معايا فولس واطلع بره الاوامر اللي ايه هتتكرر. تعال نطبق مثال على جمله الايه، على جمله الفور. تعال بسرعه كده على اس ار سي من فايل، من نيو فايل كوتلين كده، كوتلين فايل، ونعمل اكزامبل وندوس على اوكي. نجيب المين فانكشن بتاعتنا وهعمل، انا عايز اطبع من 1 لـ10 بس، يعني بدل ما اقعد اطبع امر كده اكس بتساوي 1، اكس بتساوي 2، اكس بتساوي 3، اكس بتساوي 4، اكس بتساوي، لا لا لا، انا هعمل ايه؟ 4، يعني عايزك تلف من اكس، والاكس دي ان من 1 لـ 10، خلاص الاكس دي من 1 لـ 10. هو كده فهم ان اكس بواحد، وهتبدا تجمع معاك ب 2 3 4 5 6 7 8 9 10 مع كل اتريشن، مع كل لفه. فانا في اللفه بقول له برنت لاين الاكس بتساوي الاكس كذا فاريبل. فاول مره اكس بواحد فهيطبع الاكس بواحد، اللفه الثانيه تبقى اكس هتبقى باتنين، الاكس تبقى باتنين، بعد كده بثلاثه، باربعه، بخمسه، بسته، بسبعه، بثمانيه، بتسعه، بعشره، وبكده يكون طبع الايه؟ ال10 ارقام. بدل ما كنت اكتبهم طبعا انا عايز اطبع لمليون، هقول من 1 لـ1,000,000، ونفس الكود ما غيرتش اي حاجه، وما عادش اكتب من اول وايه؟ من اول وجديد. خلاص؟ وبكده اكون خدنا فكره بس بسيطه عن فكره التكرار وفكره الايه؟ الجمله بتاعت الفور.